فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الخادمة التي تأتي من بلد بعيد بدون محرم ثم تطلب من كفيلها أن يأذن لها بالذهاب للحج مع حملة، فهل يجوز له أن يأذن لها؟ والله الأصل أنه ما يجوز له هذا بدون محرم، هي امرأة وهي مسلمة، فالأصل أنه ما يأذن لها. لكن قل لو حج هو وأهله ما تحج معهم، يتحج معهم لأنهم لو تركوها يخافون عليها، يخافون عليها، يتحج معهم لأن هذا آمن لها. نعم، أما أن تحج بدون محرم مع الحملة فلا أعرف أن هذا يجوز، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم.